لم تمنع الإعاقة الشاب بكير من ممارسة نشاطه الفلاحي، حيث اختار هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 34 سنة مجال تربية المعز رغم إصابته بداء متلازمة داون. وقرر هذا الشاب أن يعيش حياته الطبيعية ويقدم شيئا إضافيا لمجتمعه، ويشارك أيضا في صالون تربية المعز بالجلفة. التحق بالمركز في سن 4 سنوات ونصف. 4 سنوات ونصف مر على كل مراحل تاع التكوين، تكوين بيداغوجي اولا، حتى وصل الى التشغيل. التشغيل هو بنفسه اختار مهنه تربيه المعز، بس في التشغيل عندنا عده اختصاصات، هو عنده ميول تربيه المعز. صالون تربيه المعز الذي احتضنته جلفة لاول مره كان فرصه للتعريف بتربيه المعز منذ بدايتها وعبر جميع المراحل. والهدف تاعنا من تنظيم هذا الصالون نسلطوا الضوء على الشعب هذه اللي باش يجوا نعرفوا تربيه المعز. يواجه مربو المعز في الولايات السهبيه العديد من المشاكل التي ساهمت في خفض عدد رؤوس المعز بالمنطقه. طايقين نروحوا بعيد، ذا الوقت راه عندنا 20,000، اعطيني مثل الماء والكهرباء الفلاحيه تقعد 200,000. يفضل الكثير من المربين تربيه المعز نظرا لوجود الكثير من الفوائد، فصالون تربية المعز كان فرصة أخرى للمربين لتبادل الخبرات في مجال تربية أنواع المعز.